السلام عليكم اخوتي، سميتي صوفيا المدينة فاس. البارح كنت غادي للزحرة على الطريق القديمة اللي كيمشي على صاب الورد. كنت غادي بالموتى والمبيه ما عليا، خرجوا فيا واحد جوج بالمساطر وقفوني في هذيك القنطرة ديال التران، داولي الموتى وبقيت نتماكك معاهم. قالي ثاوني داولي تليفون، داولي 100 درهم. بقيت نتقاتل معاهم ما لقيتش الجهد كندير معاهم، الطريق خاوية والظلام او صافي. نبقاو ندير مبغو فيا، هزو لي كونتاك، بغاو يديماريو الموتور يهربو. انا بقوة الخفة حيت لهم الكونتاك، ها هو الكونتاك ديال الموتور. صافي بقى عاود نزلو، واحد بقى عندو بجوج مساطر، واحد بقى كيهددني كيبعدني على الموتور بواحد 100 متر هكا تقريبا، باش لاخر يتمشى في الموتور ديال لاخر. ما كيدير ديماري الموتور بالسلوكة رجلهم وصافي. ضربني بواحد الحجرة، هز واحد الحجرة شير عليا بيها ولو هرب وتبعتو. انا ما قبت مع موالو، صافي مشاو بالموتور. الموتور هذا عاد فكشي 3 شهور باش خرج هاد العام، سمية ديال الموتور على الورق ديالو. بعدا الموتور سميتو بيكير ناش، عاد خرج هاد شي 3 شهور في اللون بيض. ايوا كنطلبكم اخوتي ما تعادوش تمشيو على ديك الطريق ديال الزحرة القديمة على دوار يافا، راها قبيحة. ونقول الشرطة والدرك الملكي يعاونونا، لكن انا جيت نقاتل وكامل على الله اخوتي. ونقول لكم راه هو ضربني، هو ضربني الوجه لهنايا ومرغدني فرعني في رجلي. وبغيت نقول لكم اللي بان له هذا الموتور هذا، راه كتعرفوا ديك الناس اللي كيشفروا الموتور كيبيعوهم ولا شي حاجه، اتعلموا بهذا النيميرو هذا ديالي 06 51 55 47 06 في التالي. وشكرا.